أهلا وسهلا، شكرا لك الاهتمام بهذا الشباب وهذا المدرسة، ونتمنى إن شاء الله باش انتم تكونوا الركيزة والسبب في إعادة انطلاق الجزائر، جزائر الأبحاث، جزائر العلوم. بالطبع الأساس تاع الأبحاث والعلوم كلها هي الرياضيات. نتمنى اليوم بالتجربة تاعكم هذا الجيل هذا نربيوه باش يبقى في الجزائر، باش نبنيو عليه، باش نبنيو عليه، نفتح الباب حنا لإفريقيا ونفتح الباب للعالم اللي يحب غدوة يجي يدرس في هذه المدارس مرحبا به، ولكن ولادنا نشدوهم إن شاء الله.